لن ننساك يا صالح، لأنك كنت الدرع والسيف للأهل عبر مشوار طويل، لأنك كنت رمزا للأخلاق والقيم، لأنك كنت تضع مصلحة الأهل دائما فوق الجميع. لم يكن صالح سليم مجرد نجم كبير ارتدى القميص الأحمر لسنوات طويلة، بل إنه بات رمزا لكل أهلاوي، ومثلا وقدوة لكل إنسان يحلم بالنجاح. كان صالح نجما كرويا كبيرا، بل إنه كان أشهر لاعب كرة في مصر والعالم العربي خلال حقبة الخمسينيات من القرن الماضي. بدأ صالح مشواره مع الأهلي عام 1944 كلاعب ناشئ، قبل أن يلعب في الفريق الأول بعد أشهر قليلة، وظل بالملاعب حتى الاعتزال يبحث عن الفوز والأخلاق. في عام 1963 خاض صالح تجربة احتراف بنادي جرادز النمساوي قبل أن يعود للأهلي، حتى اندلاع حرب 67 التي تسببت في اعتزال جيل عظيم من نجوم الكرة. حصل المايسترو على 11 بطولة للدوري مع الأهلي، كان ضمن الفريق الذهبي الذي فاز بأول بطولة للدوري المصري موسم 48-49، حقق رقما قياسيا بالفوز ببطولة الدوري 9 مرات متتالية، كما فاز ببطولة كأس مصر 8 مرات. لعب لمنتخب مصر لسنوات طويلة، لكن تاريخه الكروي يتوقف كثيرا أمام بطولة أمم إفريقيا 59، حيث قاد الفراعنة للفوز باللقب. شارك في أولمبياد روما عام 60، سجل صالح سليم أكثر من 100 هدف خلال مسيرته الكروية، فقد كان لاعبا فذا له مواصفات خاصة، وقد دخل تاريخ الأرقام القياسية من أوسع الأبواب بعدما سجل بمفرده 7 أهداف في لقاء واحد أمام الإسماعيلي في المباراة التي انتهت لصالح المارد الأحمر ب8 أهداف نظيفة عام 58. سيتوقف التاريخ طويلا أمام صالح سليم اللاعب والإداري والإنسان والفنان. لن ينسى أحد مشاهد الحزن الطاغية التي ملأت مصر كلها يوم وفاته في 6 مايو عام 2002. اليوم ذكرى رحيل المايسترو عاشق الأهلي، لكننا لن ننساه أبدا، صالح سليم الرمز والقدوة.